من طفل يتعرض للتنمر من زملائه نتيجة صوته وأدائه المتواضع إلى قارئ ومنشد ورادود، وفوق هذا كله قارئ ومؤذن في حرم السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ويعد ما وصل إليه من بركات العترة النبوية الطاهرة. نرحب بالمشارك مهدي رضا صاحبي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قد بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا إن علينا بيانه صدق الله.
الله العلي العظيم. تزرعون اسم الله وحبه في مساءاتنا عبر تراتيل الهوى. نعم، مهدي رضا صاحبي من إيران المتسابق الذي جاء إلينا حاملاً عطر حرم السيدة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. شكراً جزيلاً لكم، ومنك أنتقل إلى السيد كريم موسوي سيدنا العزيز. مهدي نعم. خيلي زيباكم دي، كنت أنيقاً وجميلاً، صوت جميل، قفلات موزونة، وحتى يعني الطبقات الصوتية اللي رتبتها أنا ارتاحيت لها. فالله سبحانه وتعالى إن شاء الله يحفظك ويحفظ الوالد إذا أجا وياك. جاي وياك الوالد؟ بدال ثباته؟ بدال شما با شما هس يانيس؟ باله باله بوش بوش سري من بدال شما هس؟ خدا إن شاء الله خدا حفظش كنه. سلامت دوشي دوم. سلامت دوشي دوم. خيلي عالي بودي، دست شما درد نكن. سيد حسنيان؟ نعم. تفضلوا، لكم الكلمة. والله الكلمة إلي مع هيجي شباب وفتية حقيقة لابد من تشجيعهم، وأكيد فرصة جائزة العميد فرصة لا تقدر بثمن. سيدنا هو ضحى لإظهار بجائزة الطاقة. نعم. صراحة لأنه تأهل إلى مسابقة في إيران، تأهل إلى المرحلة النهائية. نعم. ولكنه ضحى في أي مكان؟ في إيران. هذاك بلد الثاني، بلد نعم. الأول العراق. نعم. كشفرة أفلت عراقة إن شاء الله. إن شاء الله يا حبيبي الجميع. فبالتالي هو وجوده مجرد مشاركة أفلت وفهم نادر ميران عراقي. هسه شلون نتناقر أنا وياه؟ أخو ماكو أول وثاني يعني. أي والله. فبالتالي هو في بلده إن شاء الله وتعالى، وجائزة العميد هذه فرصة طيبة لإظهارهم ولمشاهدتهم عبر القنوات اللي راح تعرض هذه الجائزة. بركات مولانا. فبالتالي وإن كان هناك بعض الملاحظات الفنية، لكن هو بهذا العمر يعني فعلا نفخر بهم ان شاء الله. حلو. نعم. واكرم فضيله الشيخ محمد عصفور، تفضل. حياك الله حبيبي، وحيانا حيا الله الكريم ابننا مهدي رضا صاحبي. اهلا وسهلا. خيلي آلي بود ما شاء الله. شكرا. ما شاء الله. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس انوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليك هذه النعم، ونصيحتي لك أن تبدأ بالحفظ، يعني لا تحجم نفسك فقط في قارئ، أريدك حفظ، حفظ كامل القرآن. المسابقات القادمة إن شاء الله تكون متسابق حافظ، حافظ وقارئ إن شاء الله. إن شاء الله تعالى موفق حبيبي، موفق ما شاء الله. شكرا جزيلا لكم. الأستاذ أو الشيخ عمر، لكم الكلمة. ما شاء الله مهدي رضا، امتعتنا بصوتك الملائكي الجميل، وسموت بنا عاليا بأدائك للقرآن الكريم، ونسأل الله أن تكون قدوة لأبناء المسلمين جميعا في أخذ بالقرآن الكريم وتعلم القرآن الكريم. ولا أزيد عما قاله شيوخنا وأساتذتنا، فالذي ندعوك له هو أن تجلس لقارئ متقن مجاز له سند موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي تأخذ منه السند بإذن الله تعالى، وتقرأ القرآن كما أنزل، وتمزج صوتك الجميل مع الإتقان، فستكون بإذن الله تعالى يعني من المهرة. أليس هذا حجة علينا جميعا؟ نعم. يعني نعم أن يكون بهذا نعم الإبداع في هذا العمر، واللسان ليس عربي. نعم. أليس هذا الله حجة على العرب علينا جميعا؟ نعم. سواء جميعا هو أو الأخ الباكستاني اللي كان نعم يقرأ نعم. يعني ما عادش إلنا حجة أنه نبعد عن القرآن. نعم والله ما شاء الله. نعم. قلت شيء غلط سيدي؟ نعم نعم أكيد أكيد. هذا عين الصواب، حجة على العرب، حجة على المسلمين. أحسن ما شاء الله. توسع توسع. حياكم الله. أنا أخجل أن أنتقد فنيا شباب، يعني إن شاء الله المستقبل أمامك، عليك أن تتعلم أصول النغم ولا تكون مقلدا، تعلم، والحفظ أهم من كل شيء، وأنا أخجل أنه أنتقدك. بارك. أحسنتم. مهدي رضا صاحبي أعتقد أنه أيضا مبتهل،
نعم ما شاء الله، وهذه المعلومة. إذن لا بأس أنه صراحة أنه نأخذ بعض من الابتهالات، أنه نسمع من مهدي رضا صاحبي. تفضلوا قليلا. ابتهال؟ نعم تفضلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حب الحسين، حب وسيلة الصداء وضياء قد عم بالأرجاء سبط 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 تفرع منه ما شاء الله ما شاء الله. رزقك الله رزقك الله زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة بحق محمد وآل محمد. مهدي رضا صاحبي، شكرا جزيلا لكم من إيران. شكرا جزيلا لكم.